السلام عليكم ورحمة الله إخوان والأخوات المتتبعين، تحياتي لكم. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي هو عبارة عن فلوغ سفري على الدراجة بمنطقة بن معشو، كما شاهدتم في الصورة المصغرة وفي عنوان الفيديو. أكيد أنكم شفتوا السفريات ديال العام اللي فات، وشكرا لبعض الأصدقاء اللي كعرفوني عن قرب عن النصائح ديالهم بزاف ديال النقاط اللي استفدت منهم. كنتمنى ما نطولش عليكم في المقدمة، وفرجة ممتعة. تقريبا اكثر من 12 كيلومتر اللي ضربت دابا. هنا هاد البلاصه هذه منطقه ديال بن معشو، جيت من هنا خليت واحد الكرواز من هنا، طلعتي من هنا على ديك الدار البيضاء حوالي شي 60 كيلومتر من الدار البيضاء. ولاد عبو تقريبا شي 12 اما 13 اما 14 كيلومتر تقريبا. وهاد الهبطه هادي تقريبا فيها اكثر من 3 كيلومتر تقريبا، كنقدر ما عنديش التوفيق 100%. هاد الهبطه كتهبط لك القنطره ديال بن معشو، فين كاين فين ما عرفتش فين ولا ما بقاش خاوي من الماء الكبير. ها كان فيه الماء، بقيت كنا كنجيو ليه كان الماء طالع تل تل هنا الفوق، مبقاش فيه الماء. شوفوا هاد الكرمة هادي واش فيها شي حاجة، باقي مفيها والو، باقي صغير. على حسب المعلومات اللي عندي اللي توصلت بها، هي المنطقة اللي عالية في الشاوية كاملة، في الجهة ديال الشاوية كاملة، هي هاد المنطقة ديال بن معشو، ولاد سعيد والمنطقة ديال بن معشو بالضبط. نكملو. الفران عندي ناقص، خاصني نحاول نمشيو بشوية. بغيت نصور لكم البلاصة اللي كنت جاي منها، ولكن ما فيها ما يتشاف، والبرد الريح بزاف، الريح جايني غير من الجنب ما معنكشنيش، ماشي بحال السفرية اللي درتها العام اللي فات في الصيف اللي فات لسيدي رحال من ولاد عبو لسيدي رحال. هذه كانت شوية صعيبة حيت كنت ديما انفاس مع البرد. حق جايب شوية صعيبة شوية. سبحان الله، ما ناقص بزاف. عندي فيديو في 2020 الما واصلت لهنا لهنا حتى لهاد السمارة اللي كاين هنا، هاد البلاصة هادي للحد ديال بيكالا. بيكالا بحال واقفة في الماء، بيكالا دابا الماء العادي اللي كان بيكالا واقفة في الماء. هاد البلاصة فيها الماء، البلاصة وصل مثلا هي بلاصة الماء، هادي بلاصة الماء، هادي بلاصة الماء، كاملة بلاصة الماء. البلاصة هي بلاصة العومان، كنا نعومو فيها. إلا وصلتي حتى لهنا مكنتيش كتعرف تعوم تغرق. شوف كيف سبحان الله، بحال هكا هنا ونقاص. إذا البلاصة باقي فاز غيكون متعرفين البارح في الليل، سرقوه كيزدو.
بلاصه المهد، بلاصه ديال السمار ما كان واصل حتى لهنا يا عمي. اليوم الثلاث ما كيكونش فيها الناس بزاف، يكونوا قلال السبت الحد كيكونوا الناس بزاف، وهي البلاصه المتنفس ديالنا اللي كنا كنجيو ليها الطفوله ديالنا بحكم انها قريبه بزاف ديال الناس كنعرفهم. كان سبب الوفاه ديالهم هو هاد الواد اللي غرقوا فيه الناس بزاف، راه تسدات طلع هنايا هي باقا بلاصه. هنا كان واحد الباساج صغير وقت تدخل من وسط الشجر، واش كان في هاد البلاصة هنا قاش. تخيل معايا كنتي كتجي هنا هاد البلاصة هادي كتلقى فيها جردة الغاز وخضر بالصيف، الصيف والحرارة كان الدنيا خضرة هنا في الصيف. دابا راه المنطقة هادي مع منطقة بورية، الفلاحة البورية كتعتمد على الشتا، تكون صاب الشتا كيكون طلع مع الطلعة هادي، صاب الشتا كتكون الدنيا زوينة في وقت الشتا في وقت الربيع. الصيف ما كيبقاش ديك الخضورية وما كيبقاش داك الشيء، كتولي بحال شبه صحراوية مع الحمري والتيرس، ما فيه لا ربيع لا والو. السبريه هاز معايا السبريه، الشجره هادي اللي طايحه هادي اللي طايحه كانت واقفه البلاصه هنا، عندي فيها واحد الصوره تقريبا 2003 يا 2003 يا 2004 ما كنساها. كنا كنجيو من ولاد عبو الشعر في الصيف، كان طاكسي بخمسة دراهم كتركب كتجي هنا خمسة دراهم صافي، ما كتسول لا اش غادي تاكل ولا باش غادي ترجع لا والو. تبغي ترجع ما كتسولش، كدير هنا كنوقفو هنا وكنديرو اوتوستوب. حنا تعلمنا العمال في هاد البلاصة هادي، وهاديك البلاصة حدا القنطرة تا هي. ديجا كنت شرحت ليكم شي حوايج على هاد البراج، هي البلاصه اللي كيتشبع فيها هنا. دابا الماء ما كاينش، الماء كتجي كتجي هنا كتلقى الماء طالع حتى للفوق، الماء راه هي البلاصه ديالو الشتا. المهم ديما هاد البلاصه كتوقف هنا كيبان لك الماء، كيبان لك هاد الشريج عام، الشريج جاور كبير شوي، هذا ملي كيعمر هاد الشريج كيديروا فيه الكلور وكيديروا فيه واحد الماده، ومن هنا كيديو البومبات، واحد البومبات هنايا فيها الوزين هذا كيطلعوا الفوق، كيطلعوا واحد الوزين الفوق، هذاك الوزين كيدير ليه التصفية والمعالجة تما، كيبقى دوز ديريكت كيدي من تما للدار البيضاء، وهي أقرب بلاصة هي هاد البلاصة للدار البيضاء تقريبا شي كدا وستين كيلومتر تقريبا، كيسوى الدار البيضاء بالنسبة لتلاتين كيلومتر. العوينة كانوا كيسدو علينا، كنا كنجيو ندوشو فيها، هذا الماء سارح للشرب هذا الماء. هذا الماء يستوى من التصفية والمعالجة تاعو، كيبقى دايس، كيتصب كيبقى دايس. هذا خاص بالعمال هذه البلاصة، شتي هذه البلاصة اللي من هنا اللي وريتهم كانت بحال البلاصة خضراء خضراء الشاه، الساري جون دايرينو كيتجمع فيه الماء، كانت خضراء بحال البلاصة هذي وكثر كاع. القنطرة اللي كاينة تما الهندسة ديالها دايرين غير الألمان، وفرنسا هي اللي كانت بحال قلتي شادة، هي فرنسا شادة المشروع.
البلاصه كان ساكن فيها شي واحد قاوري تاهو كان من العمال الاجانب اللي كانوا من الفرنسيين. الدار هذه واش هذه ولا هذه؟ المهم كان ساكن فيها فرنسا. الاسم ديالو راه معروف ولكن الاسم ديالو مشى ليا من بعد. كان واحد الوقت ممنوع فيها السباحة، ولكن واخا ممنوع فيها السباحة كيعوموا فيها قدام عيني. انا حضرت جوج الناس بعدا غارقين هنا في هاد البلاصة. واحد جبدوه من هنا في الوقيته ديال شعبان، جبدوه من هاد البلاصة هادي كانت تلاح هنا صافي وغرق هنا. جاو جبدوه الما كان طالع دايز من الفوق، الما طالع دايز من الفوق البلاصة كان دايز فوق من هنا. واحد تا هو كنعرفو تا هو كان عام من هاديك البلاصة من اللي وصلت لهنا وغرق. تا هو غرق مات في هاد البلاصة هادي وبات في الماء تا الصباح وجدوه. الله يرحمهم في هاد النهار هذا، الله يرحم كاع الناس اللي ماتوا في هاد الواد هذا كاملين. الواد ديال بن معاشو بالضبط حتى براج الدورات. غادي نهبط واحد شوية غادي نضرب لكم واحد الدورة نعطيكم بعض المعلومات على هاد الواد. بسم الله. راه درنا في واحد الفيلم هاد البلاصة. هنا راه كاين قادوس دايز من تحت، دايز من تحت الجبل هذا دايز للجهة الأخرى. هاد البيكارة خليتها هنا وغادي نهبط مع هاد الدروج هذا. هاد البلاصة هادي كانت ديما عامرة والنفق كاين هنا، قادوس كاين هنا في هاد البلاصة دايز للجهة الأخرى. أنا غادي نمشي ندور للجهة الأخرى وغادي نوريها لكم. دايز من الجبل من اللي من هاد الجبل اللي كاين هنا من اللي يعني الجبل اللي فوق منه الضريح ديال بن معاشو. وهذا الماء هذا اللي كتشوفوا فيه هنا ها هو جاي، هذا اللي جاي شي كيعامر تراب ياك. هذا كيتسمى الروتور. هذا الماء كيغسلوا به دوك الالات اللي كيفلتريو الماء فوق، ها هو كيرجع هذا الماء. البلاصه ولات بحال ما غارقاش بزاف، شي بلاصه الماء العادي، بلاصة الماء واحد. هذه هي بلاصة الماء، بلاصة مثلا هنايا. هاد البلاصة هادي ديما فيها الماء، كتسم غادي وكطلع. المهم الماء عندنا ديما هنايا. هاد البلاصة راه فين كتوصل ليها الماء. الماء نقاص بزاف. شتي هادي القنطرة ديال بن معاشو. هاد القنطرة كما كتشوفو دارت في 1920، ها هو التاريخ ديالها كاين في هاد البلاصة. التاريخ ديالها كاين في هاد البلاصة مكتوب. الهندسة ديالها ألمانية وصحاب البروجي فرنسيين، والعمال كانوا مغاربة. العمال اللي كانوا يحفروا في هاد النفق وكانوا خدامين كيضربوا في التمارة مغاربة. البلاصه راه خاصه بالعمال ولكن حنا كنهبطوا منها كندوزو منها. وفي الاصل هاد القنطره هذه الصلاحيه ديالها انتهات خاصه، واصلا ما خاصهمش بالنسبه للكميوات الكبار ما خاصهمش يدوزوا منها، ولكن كيدوزوا منها حيت صنع اوروبي.